C'est la licence de Gaza, on est d'après la Palestine, on est dans la salle. C'est chiquet. دينا راه كاينشي سبعة ديال الاسبيت سبعة تبدا فيه المشكل تروح في هادشي كاين فيه مشكل باش ما كاينش دينا انتوما مزيان تفوزو 12000 ما يمكنش دابا كتب عليك شي واحد ما يمكنش دابا نسجلو 12000 في الاجازه قراية تيدوز المباراة ولا سيليكسيون تيدوز المباراة تيقرا في 5 سنين وعاود تيدوز المباراة ويزيد 3 سنين هي 5 سنين ويعطيو لي شي بلاصة انا ما نمتوش غير هذا اللي خصنا نعرفو بين المزدوجتين ماشي بدا ما حيت انا جيت وزيد هادشي ضات لا لوا 0100 ديال التعليم العالي ديال 2000 ولهذا هي للاسف حتى حاجة ما دارت ولكن حنا ما نرجعوش حنا دابا ولاد اليوم هذا حقكم انا تنضرب عليه باش ان شاء الله انا شكيت الوزير كانت زياره لوزير الصحه للمركز الانكولوجيا ولقد استغلنا هذه الظرفيه حاملين شاره ال ام دي وذلك مطالبين بها المعادله الاداريه والمعادله العلميه لدبلوم ممرض مجاز من طرف الدوله. خلال مناقشتنا مع الوزير فقد صدمنا بخبر أن ليس هناك أي خبر أو وثيقة تقول بأن الأمانة العامة للحكومة قد نشرت خبر المعادلة العلمية وكذلك بما أننا سألنا على الأثر الرجعي الذي نحن نحس بالحيف أنه 9 سنوات من الأقدمية 9 سنوات من العمل دائما في الزنزانة رقم 9 كيف يعقل أن ممرض قد تخرج باك بلس 3 وهو قد تم إدماجه في السلم 9 باك بلس 3 في التعليم المغربي يعادل الإجازة يعني أن الممرض يقبع في الزنزانة سعود وليس له الحق في متابعة الدراسة متابعة ماستر دكتورة كما هو جاري به العمل في الدول الأخرى. وزير الصحة هذا النهار هذا صدمنا بهذا الخبر هذا اللي كيقول لك بأن المعادلة ما زالت على طاولة النقاش ليس هناك خبر مؤكد ليس هناك نحن نطمح نريد من حقكم المعادلة. هذا الشيء صدمنا في الصراحة مع العلم أنه في القنوات أو صفحات التواصل الاجتماعي يروج بأن المعادلة العلمية صافي حسمناها صافي درناها هاد الشيء ما كيطمئنش. هاد الخبر اللي كذلك تداولوه ان هناك ماستر حنا مازال ما عندناش معادله وعلنوا على ماستر باش يتسجلوا فيه عراقيل كاين شروط طلبوها شروط تعجيزيه كيف يعقل ان الممرض اللي بغى يكمل الدراسه ديالو الماستر والدكتوراه خصو في اول حاجه خصو يكون عنده المعادله اذا ما كانش المعادله ما كاينش شي حاجه. هذا من يعني نحث به كافه المناضلين والمناضلات انه لا يوجد شيء يعطى انما الحق ينتزع فمزيدا من النضال.